اليسا قالت على المشاهد اللي هي من جوه المستشفى دي مشاهد حقيقيه جدا، اللي متاخده من الاستوديو اللي متاخده من حفله دبي، انما اللي قاعدين حواليكي في السرير وحاطين فرشه سنان دول صحابي الانتيم وكالبت ستار معي. لا احنا عايزين نشوف كل الكاست اللي كان في الاغنيه دي. معلش عرفينا كده على اللي موجودين. بس اللقطه دي اللي على السرير. إليان تابت صاحبتي، ماندي مرعب ستايلست تبعي وصاحبتي. طب واقنعت اصحابك ان هم ازاي يطلعوا بالمنظر ده يا إيس؟ انا يعني لا انا اقنعتهم يطلعوا بالكليب بس مش انا اقنعتهم يطلعوا بالمنظر ده. هو برضه المنظر ده صح؟ الحمد لله. لا يعني لا الحقيقه اول شيء بدي نحن حكينا عن الكليب، بدي احكي عن انجل جمال يلي ترجمت القصه يعني بتفاصيل يعني وصلتها يعني مش انه اقرب ما تكون الى الواقع، كانت واقع حقيقي 100%. يعني تحيه كبيره لانجل. طيب. انا هقول اللي انا قلته ليك يا اليسا، من اجمل حاجه في الكليب، اجمل حاجه في التجربه، بخلاف فكرة الرسالة والشجاعة، إنما في حاجة مهمة جدا في الكليب اللي انت عملته ده، إنه واضح يدخل القلب، دوكيومنتري أكتر. إنما كمان أهم حاجة إن هو مش رخيص، مش ما فيهوش استدرار للعواطف طبعاً. يعني في رقي كده في الكليب، وده يحسب لكل اللي اشتغلوا عليه طبعاً. الحقيقة يعني طبعاً. بشكل واضح بدي اقول شغله منى، انت شفتي قسم بالكليب في ناس ما حبوا يكونوا لانه مثل خيي، مثل انجلا، مثل اختي، مثل كثير ناس من صحابي ما حبوا يكونوا، يعني ما حبوا راني، ما حبوا يكونوا بالكليب لانه بيعتبروا انه يعني وجودهم وانه وقفوا جنبي منه شيء لل وفي صحابي قدرت منت عليهم انه يكونوا معي، وبشكرهم كمان انه بس طلع. بقى كميل اخو اليسا الحقيقه شاب وسيم جدا، يعني ينفع يبقى موديل اصلا في الكليب. عرضت عليه وهو رفض ولا لا؟ عرضت عليه ما قبل. كميل هيز فيري لو بروفايل. يا كميل، ما ان هو موزع لك اغنيتين حلوين جدا. ثلاث اغاني موزعهم بطريقه رائعه. مرضيش؟ لا مرضيش. انجلا مرضيتش. في كتير انه مرضيو.